لقطة ختام. هذه المرة من تبوك الورد، هذه المدينة التي تجاور أحد أهم أحلامنا في 2030، في موقف إنساني ولفتة أبوية حانية وجه صاحب سمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بإعفاء خريجة من ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الدراسة في الجامعة، تشجيعا لها وحرصا ودعما لها لمواصلة تعليمها وتقديرا لوالدتها التي رافقتها طيلة سنوات الدراسة يوما بيوم. هذه هي بلادنا وهؤلاء هم قادتنا. إلى اللقاء. تسر إدارة الجامعة أن تعلن عن اللفتة الحانية من قبل أميرنا المحبوب تجاه الخريجة خلود حماد العطوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن والدتها قد رافقتها طوال سنين الدراسة يوما بيوم، ووجه سموه الكريم بإعفائها من الرسوم الدراسية، ونلقي الخريجة ووالدها بالتفضل للمنصة. انت ابيك دائما تقولين معنوياتك طيبه، وامك هذه جوهر يعني، والحمد لله ان شاء الله انت تتخرجين وتعملين وتعاونين امك مثل ما امك الحين تمشيك انت تمشينها بعدين. مبروك وخلاص، ما في لا تكاليف دراسه ولا شيء ابدا، وانت في بلد ولد الخير، ولد سلمان بن عبد العزيز محمد بن سلمان، كلكم عياله وبناته، وإن شاء الله أنك تكونوا في عز وصحة. وأنا أخبرتكم أن المفروض دراسة الوضع الكامل في موضوع الصحي، كيف نحسن إن شاء الله وضع والدتك، وضع أسرتك، وضعكم كلكم، أنتم في عيوننا. الله يطول عمرك. شكرا.